في ظلال السيرة. لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه. فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن،